السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، من مكتب حقوى والناس للاستشارات الصحية. خطتنا الهادفة تتعلق بإجراء أبحاث معملية وسريرية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والخطة الثانية بناء مشاريع تتعلق بالرفع الصحة والعافية بفضل الله تعالى، بإذن الله تعالى جل وعلا. حقوى ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، الأدلة القصصية من مستفيدي حول التهابات المسالك البولية، شفاء رجل سوري البالغ من العمر 50 سنة من التهاب المسالك البولية خلال شهرين بواسطة العلاج بالماء الساخن. تحياتي وأشواقي الحارة والخالصة لحضرتك دكتور فارس. صدقا إني أخذت بنصيحة حضرتك، إنما فقط حين أستيقظ من النوم وأشرب ما يعادل لترا من الماء الساخن وبدرجة مئوية كما بينتها حضرتك. طبعا هذا طبقته على نفسي منذ شهرين تقريبا، ومن حينها ولحد الآن وأنا أستمتع بتمام الصحة والعافية والحمد لله، علما عمري ما يقارب 50 عاما، ولم أكن أشكو من شيء سواء التبول المستمر والذي أتاني على حين غرة أي فجأة. وعلى كل حال ومن وراء حديثك هذا لم أعاني من أثار الماء الساخن إطلاقا، وبنفس الوقت والفضل لله ثم لك شفيت من ما ذكرته لحضرتك، ولا شك هنا أقول الحمد لله رب العالمين. أدعو الله بأن يطيل بعمرك وتنال ما تصبو إليه ويزيدك من فضله الصحة والعافية والعلم والمعرفة إن شاء الله. غزوان الفارسي سوريا حماة. عودة امرأة كويتية إلى العلاج بالماء الساخن بعد فشل أنواع من العلاجات والمضادات الحيوية من التهاب المسالك البولية. السلام عليكم دكتور فارس، كيف صحة؟ أنا الحمد لله رجعت أشرب الماء الساخن بعدما تركته فترة معينة، وللأسف سبب رجوعي للماء الساخن بسبب حصول التهاب شديد في البول، وراجعت أكثر من دكتور واستعملت أنواع من العلاجات والمضادات الحيوية والله بدون فائدة، فرجعت للماء الساخن والحمد لله. بعد أقل من أسبوع بدأت تخف أعراض الالتهاب من ألام البطن والظهر ناحية الكلية وحرقة البول، والآن بعد الاستمرار على برنامج جرب الماء الساخن لا يوجد أي مشاكل والحمد لله، وسأستمر بشرب الماء. شكرا دكتور فارس. ومن ثم تواصل تقول: شكرا دكتور، بالنسبة للماء أقصد الماء الساخن. أكيد جميع الأهل والأصدقاء أنصحهم بشرب الماء الساخن، بخصوص وأبعث لهم روابط الفيديوهات التي عملتها دكتور فارس بخصوص الماء الساخن، وإن شاء الله نتواصل دائما على الخير. سلامي لك وللعائلة الكريمة. شفاء امرأة مغربية من انتفاخ المرارة بواسطة العلاج بالماء الساخن. كنت أعاني من انتفاخ المرارة
وضبط على 3 كؤوس على الماء الساخن. وبعدها قالت لي الدكتورة ما في انتفاخ والمرارة نقية والحمد لله. تشكر أعتنا الدكتور الفاضل على مجهوداته، ومن يشكك في مصداقيته فهم أعداء النجاح. تحياتي لك من صحراء المغرب. نشكركم على حسن متابعتكم، ونرجو منكم جميعا مشاركة الاشتراك في القناة إن لم تشترك من قبل حتى يأتيك كل جديد. ونحن بدأنا حوار على الهواء مباشرة وتلقي الاستفسارات، ونواصل نشر هذا الحمل، هذه الحملة نشرها على مستوى العالم، ويستفيدون كل من الذي ينادي بتحقيق الصحة والعافية. نرجو الإعجاب، نرجو الاشتراك لمن لم يشترك، نرجو نشر القناة، نشر الفيديو حتى يستفيدوا الآخرين، وأيضا تقديم تجربتك، لأن هناك الكثيرين الذين يؤمنون بتجارب الآخرين ويتفاعلون، وكذلك تتواصل هذه الحملة عالميا إن شاء الله. نفعلكم بموفور الصحة الشاملة والعمر المديد. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.